أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم. اسم الإمام الهمام سبط رسول الله الأكبر سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليهما. اسم هذا الإمام مقرون مع إحدى الصفات الحسنة الأخلاقية العظمى عند الناس، وهو الحلم. الحلم الذي ظهر في حياة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بصورة خاصة، وفي حياة بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة عامة، شيء يفوق الخيال. مظاهر الحلم التي كانت في حياتهم مدهشة، ليست نماذج كبيرة فقط، ليست نماذج لا نظير لها، لا، شيء فوق الخيال. النماذج كثيرة ولله الحمد، أنتم أهل مجالس تعرفون، تسمعون، تقرؤون كثيرا من هذه النماذج. نظرتنا إلى هذه الصفة الحلم، نظرة إلى صفة حسنة يتصف بها الشخص، وهذا شيء لا شك فيه، هذا شيء عندنا بديهي. عادة هكذا عندما نرى شخصا حليما أو نذكر موقف حلم من شخص، نذكره بعنوان أن هذا الشخص متصف بصفة عظيمة أخلاقية. الزاوية الأخلاقية من الحلم، عادة هذه الزاوية هي التي تكون تحت المجهر. وطبعا الحلم يكشف عن
كرم نفس عظيم، كرم كبير، كرم نفس يعني سعة الصدر، يعني قلب الشخص نفس الشخص نفس كبيرة، هذه الزاوية لا تنكر. ولكن الحلم وعظمة الحلم لا يقتصر في هذه الزاوية، في زاوية أن الحلم صفة نفسانية عظيمة، الشخص عنده كرم نفس، نعم هذا صحيح، ولكن هذه زاوية من الحلم. هناك جانب آخر من الحلم يغفل عنه عامة الناس، وذلك الجانب جانب غاية في الأهمية، وهو أن الحلم ينبئ عن فهم واسع وعميق للحياة. الشخص الحليم يدرك الحياة أعمق وأوسع من درك الناس الآخرين للحياة. الشخص غير الحليم نظرته إلى الحياة نظرة خاطئة، ليس فقط غير متصف بصفة حسنة أخلاقية، لا، لا يفهم الحياة، لا يدرك الدنيا، كلامي ليس عن الآخرة، لا يدرك الدنيا. عنده مشكلة إدراكية، ليست فقط مشكلة في نفسه، ليس كريم النفس، لا، مشكلة في الإدراك عنده. لاحظوا هذا المعنى يتضح إذا ذكرنا نماذج، نذكر نماذج من تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله حاربه أبو سفيان، هل يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر عمره يحارب أبا سفيان؟ هل هذا صحيح؟ لأنه في يوم من الأيام حاربك، فإذن يلزم أن تحاربه إلى آخر عمرك أو إلى آخر عمره. لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وآله، وما صنعه النبي صلى الله عليه وآله هو الصحيح. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله عنده مهام كثيرة، ما دام أبو سفيان رفع السلاح بوجه النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يدافع. بمجرد أن ترك السلاح، النبي صلى الله عليه وآله بدل أن يصرف هذه الفرصة في مجابهة، يصرف هذه الفرصة في مهام من أخرى عنده، عنده مهام كبيرة. في حالة الحرب النبي صلى الله عليه وآله مضطر أن يجابه، حرب يلزم عليه أن يجابه، الطرف الآخر ترك الحرب خلاص، لماذا أبقى دائما في الحرب؟ ما عندي مهام ثانية؟ عن نفسي أتكلم لا عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي عنده مهام كثيرة وقد أدى مهامه. إذا كان يريد أن ينشغل بالحرب ضد أبي سفيان حتى عندما ترك أبو سفيان السلاح، هذه الجهود بدل أن تصرف في مهام من ثانية كانت تصرف في هذا الجانب. فإذن النبي صلى الله عليه وآله حاشاه، إن كان شخص آخر كان يصنع هكذا شيء، صرف شطرا من حياته في شيء غير الشيء الأهم. معنى ذلك أن الشخص لو كان هكذا كان لا يدرك الحياة، لا يدرك أنه توجد في الحياة مهام واجبات تتمكن أن ترتقي في الحياة. أبو سفيان أو غير أبي سفيان، أي شخص كان، لماذا أسلم؟ لأي سببين؟ أصلا ما أسلم، ليس مهما، هو الآن لم يرفع السلاح بوجهي، خلاص أتركه. هذا ينبئ
عن كرم نفس عظيمة في رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك، ولكن ينبئ عن درك للحياة. أنا في الحياة عندي مهام. نموذج آخر لا يقل غرابة وعظمة من النموذج الأول، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حاربه الخوارج. خب، ما دام يحاربونني أدافع عن نفسي، ما دام رفعوا السلاح بوجهي أرفع السلاح بوجوهه. بمجرد أن تركوا السلاح، كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه مشهورة، لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبرا أو موليا في بعض النسخ. كلمة جدا عجيبة بالنسبة إلينا، جدا عجيبة. يا أخي لا تجهزوا على جريح، يعني ماذا؟ يعني هذا الشخص إلى قبل 5 دقائق كان يقاتلني ويريد أن يقتلني، ولعله بالفعل جرحني جراحات شديدة، الآن سقط جريحا، اتركه خلص، الآن بعد لا يقاتلني، قبل 5 دقائق كان يقاتلني، الآن سقط لا يتمكن أن يقاتلني، هو جريح اتركه لا تقتله. هذا الشخص المدبر، مدبر يعني ماذا؟ يعني أعطاه دبره، يعني أعطاني ظهره، دبر يعني ظهر. المدبر الذي أعطاك ظهره يعني فر، يعني هرب، اتركه. عجيب، هذا قبل 5 دقائق كان يقاتلني، حتى لو كان يقاتلك أنت عندك مهام أخرى، يقاتلك تدافع عن نفسك. أدبر أو في بعض النسخ موليا، لا تتبعوا مدبرا أو لا تتبعوا موليا، ولا يعني أعطاك ظهره يعني راح. في بعض الرواية الشريفة الذي أغلق الباب على نفسه، ذهب إلى بيته خلص. عجيب، هذا كان يقاتلني حتى لو كان يقاتلك، كان يقاتلك أنت في حالة اضطرار كنت تقاتله، الاضطرار ارتفع، الآن هو لا يقاتلك، هو يسبني، هو يشتمني، فليكن. هو يخطط أصلا، يخطط لعله لحرب أخرى، فليكن. الآن هو يقاتلك، لا اتركه. كرم نفس عجيبة جدا، يعني نفس جدا كبيرة. نعم، ولكن بالإضافة إلى كرم النفس، هذا ينبئ عن درك للحياة. الخوارج رفعوا السلاح بوجوههم، تركوا السلاح، تركهم، وكانوا معروفين، تعرفون 9 منهم بقي. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما تعرض لأحدهم لا بالقتل ولا بالضرب ولا حتى بأنه يقطع أموالهم من بيت المال، حتى بهذا المقدار ما صنع. كانوا يقاتلوننا، الآن لا يقاتلون، خلاص في مال، لا، حالهم حال بقية الناس. هذا الشخص يدرك الحياة، أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كرم النفس الذي ينبئ عنه الحلم شيء، درك الحياة شيء آخر، هذا الجانب أيضا موجود. فهم هذه النقطة أنه توجد في الدنيا، توجد في حياتي في الدنيا مهام، أتمكن أن أرتقي في هذه المهام، درك هذا يجعلنا ندرك أهمية الحلم. الحلم يعني الشخص يفهم، عدم الحلم يعني الشخص لا يفهم الدنيا، لا يفهم أنه عندي مهام ثانية، إذا انشغلت بالحرب طيلة عمري لا أتمكن أن أؤدي تلك المهام. حتى الدم الطاهر لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، دم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أسقط عرش بني أمية فقط؟ لا، خلاص على مر الخط يؤدي أدوارا، يسقط طغاة، يسقط متجبرين، يسقط سفاكين للدماء. ذاك تركه، انتهى منه، مشغول. الدم الطاهر أيضا مشغول بأشياء ثانية، مهام ثانية.
هذا الدم الخالد، أشهد أن دمك سكن في الخلد. في تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام النماذج كثيرة، وهذه النقطة في الحلم مذكورة في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في شيعة أهل البيت العظماء من شيعة أهل البيت هذا الشيء نراه بوضوح، الحلم العجيب بالنسبة إلينا عجيب، بالنسبة إليهم شيء عادي جدا طبيعي، لوجود كرم في النفس ولوجود فهم للحياة. شيعة أهل البيت تعلمون كانوا ولا زالوا يتعرضون لضغوط شديدة جدا، مع هذه الضغوط الشديدة كيف تمكنوا أن يؤدوا هذا الدور الكبير؟ الأمم التي تتعرض لهكذا ضغوط لا تتمكن أن ترتقي، الشيعة ارتقوا وتوسعوا وتوسعوا وعلى مر الخط يتوسعون، كيف تمكنوا؟ إحدى الأسباب هو هذا الحلم. الحلم يعني بمجرد أن ابتعد الطرف عن الحرب أنشغل بمهامي، هذا فهم، هذا فهم للدنيا. السيد العامري رضوان الله تعالى عليه الذي عرفه من قرب يعرف ما أقول، كان يتصف بهذه الصفة بشكل غريب أصلا، كانوا يؤذونه، كانوا يسبونه، يشتمونه، يتهموه بتهم كثيرة، قضايا كثيرة، ما كان يعير اهتماما لهذه الأمور. لا أقول ما كان يعير اهتماما يعني ما كان ينفعل يبدي انفعالا، لا، حتى في نفسه كان ينسى أصلا هذه القضايا، بعد فترة تسأله لا يتذكر أن فلانا ماذا صنع بيه، أصلا لا يتذكر، حقا كان ينسى يعني لا يوجد لهذه القضايا في نفسه مكان أصلا. كان يتصف بكرم النفس، نعم، ولكن كان يتصف بفهم الحياة أيضا. بدون هذا الحلم، بدون هذه الحالة، لو كان يريد أن ينشغل بالرد على هذا والرد على ذاك وإسكات ذلك الذي يشتمه، لو كان يريد أن ينشغل بهذه الأمور كان يتمكن أن يؤدي هذا الأداء العظيم، كان يتمكن أن يكتب موسوعة الفقه أكثر من 150 مجلد. وهذه الموسوعة العميقة، وهذه الموسوعة المليئة مئات، لا بالآلاف نقاط دقيقة، لا تجد مثل هذه النقاط في كل الموسوعات الفقهية الأخرى، من أين جاء بها؟ لو كان مشغولا بالحرب ضد هذا وذاك، لو كان مشغولا بالرد على هذا وذاك، كان يتمكن أن يؤدي هذه المادة؟ عشر هذه المادة ما كان يتمكن أن يؤدي. ناهيك عن بقية كتبه، مئات من الكتب الأخرى غير الموسوعة الفقهية، في عشرات من العلوم، كيف تمكن؟ ناهيك عن أدائه العملي، هذا أدائه العلمي، أدائه العملي أيضا، مئات من المؤسسات، 1100 شيء من المؤسسات حسب إحصائية مخابرات إحدى الحكومات التي كانت تعاديه، العدو اعترف أكثر من 1100 شيء لسنوات في أيام حياته رضوان الله عليه كانت الإحصائية. من كيف تمكن أن يؤسس أكثر من 1100 مؤسسة؟ الذي ينشغل بجانب طبعا سوف بالتأكيد، يعني شيء بديهي أصلا من بديهيات فكر الإنسان، الشيء الشخص الذي ينشغل بشيء بجانب طبعا يفوت جوانب أخرى، أما إذا ما انشغل بهذه الجوانب أدى دورا عظيما. طبعا أنا لا أنكر اللطف الخاص للإمام بقية الله الأعظم أرواحنا فداه للسيد رضوان الله تعالى عليه، وإلا شيء أصلا غير ممكن، شخص يكتب هذا العدد الكبير من الكتب، يكتب هكذا موسوعة فقهية إلى جانب كل مهام الأخرى، أصلا شيء غير ممكن. لا أنكر أن هناك لطف من الإمام في قضية لا علي الآن بها، لطف الإمام يصنع معجزة، وقد صنع في الشخص في السيد معجزة،
لطف الإمام صنع. أنا ذاك لا أنكره، ولكن ذاك يحتاج إلى أرضية. لطف الإمام مثل الشمس، لماذا نزل على السيد ما نزل على غيره؟ لطف شمس يشرق على كل مكان. المكان الذي تكون أرضية بعض الشيء منك، اللطف ينزل. هذا مجرد صفة نفسانية جميلة أم فهم أيضا؟ فهم هذا أداء كبير. لا أحب عادة أن أذكر من أنتسب إليهم، وأتشرف طبعا بالانتساب إليهم، ولكن كنموذج كشاهد أذكر السيد المرجع أدام الله ظله الشريف، من أيام شبابه كان يتصف بهذه الصفة الحلم. مواقف ومواقف، قضايا كثيرة. في إحدى المواقف، أنا هذه القضية ما سمعتها منه أصلا، ما كان يذكر هذه القضايا، ولعله أصلا كان ينساها، ولكن سمعت من بعض الإخوة الذين شهدوا تلك الأيام من الإخوة الكربلائيين حفظهم الله تعالى، من عدد منهم شخص في أيام شباب السيد المرجع أدام الله ظله الشريف رآه في الشارع في قضية، فصفع السيد على وجهه صفعة قوية، السيد سقط على الأرض، عمامته سقطت في أيام شبابه. السيد ما رد عليه، طبعا الناس كانوا يحبونه، فأرادوا أن يردوا على ذلك، منعهم. ما منعهم، أنا هذه القضية سمعتها من أكثر من شخص، حتم عليهم ألا يتعرضوا لذلك الشخص بسوء ولا بكلمة سوء، حتم عليهم. تريد خاطري؟ تريد أن ترضيني؟ لا تتعرضوا له حتى بكلمة، لا بموقف، حتى بكلمة لا تتعرضوا له. صفعك أمام الناس في الشارع، أهانك إهانة علنية، فليكن، خلاص انتهى. صار شيء؟ ما صار شيء. السيد يتصف بصفة حلم، صفة جميلة، نعم، ولكن هذه زاوية. هذا الشخص يدرك أن حياته، أن عمره ثمين. هذا رأس مال الله عز وجل أعطاني لأصرفه في جانب حسن، في الجانب الأحسن إذا تمكنت. هذا الدرك، هذا فهم للحياة. بدون هذا كان يتمكن أن يؤدي هذا المؤدى؟ السيد حفظه الله عنده كتاب اسمه شرح العروة الوثقى، موجود كتاب مطبوع أكثر من مرة، طبع لعله طبع مرتين أو أكثر. كتب هذا الكتاب في أواخر العشرينات من عمره، وانتهى من هذا الكتاب في بداية الثلاثينيات من عمره. كتاب بهذا المستوى العلمي، هذا الكتاب نموذج لهذا الكتاب المفروض يراه الإنسان من كبار الفقهاء. يعني المفروض أن الشخص الذي يكتب هكذا كتاب يكون ناضجا في مجال العلم، نضج علمي. شخص في العشرين أصلا لا يصدق، الذي يدرك قيمة هذه الأمور ويقرأ الكتاب لا يصدق أن هذا الشخص الذي كتب هذا الكتاب هو كان في أواخر العشرينيات من عمره، في بداية الثلاثينيات من عمره انتهى من الكتاب. كيف تمكن؟ يعني هو صاحب معجزة؟ ليس صاحب معجزة. بدل أن ينشغل بتلك الأمور انشغل بهذه الأمور، فركز. سبني أريد أن أسبه، شتمني أريد أن أشتمه، شتمني شتمة أشتمه عشر شتمات، خلاص عمري انتهى في ماذا؟ في هذه التوافه. لا تسميه توافه، تريد أن تسميه أنه رد، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا بأس، ولكن أنت لا تفهم الحياة، أنت لا تدرك أن عمرك أثمن من هذا. هذه الكلمة سمعتها مرارا تكرارا أنا من السيد حفظه الله تعالى، وغيري من حوله سمع هذه الكلمة مرارا، هذه الآية الكريمة مرارا وتكرارا. السيد يؤكد على هذه الآية كأن هذه الآية لوحة في ذهنه دائما أمامه، يقول ولمن صبر وغفر
إن ذلك لمن عزم الأمور. الناس ماذا يقولون؟ الناس يقول العزم يعني شد الشيء، يعني إحكام الشيء، هذا يسمى عزما، عزم الأمور يعني أن تضبط الشيء، ضبط الشيء، شده وإحكامه يسمى عزما. الناس ماذا يقولون؟ يقولون تريد أن تشد الأمور، تريد أن تحكم الشيء، تحتاج إلى شدة، تحتاج إلى أن تضرب هذا وذاك، تحتاج أن تؤدب هذا وذاك حتى تتمكن من ضبط الأمور، أليس كذلك؟ هذه نظرة الناس عامة، نظرة جميع الحكومات وحتى غير الحكومات، نظرة الناس هكذا، أنك تريد ضبط الأمور، يلزم أن تشد، يلزم أن تضغط، يلزم أن تضيق على الناس، صحيح؟ يحتاج إلى عنف، يحتاج إلى شدة. الآية القرآنية تقول لا، أنت لا تفهم. الآية المباركة تقول تريد أن تحكم الأمور، تريد أن تشد الأمور، تضبط الأمور، يلزم أن تصبر وأن تغفر. هذه الكلمة أعجب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن، لام التأكيد، يعني تأكيد فوق تأكيد، إن لا اللام، ولمن صبر وغفر. تتناسى، سبك في وجهك، سبك، نسيت أصلا أنا. هكذا تحكم الأمور، هكذا تضبط الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الذي ما عنده حلم لا يفهم الحياة، ناهيك عن أنه ليس متصفا بكرم النفس، لا يفهم الحياة. لا أعلم هذه الكلمة أقولها أو لا أقولها، لعل البعض لا تعجبه هذه الكلمة. إخواني، الكلمة التي تقابل كلمة الحلم ما هي؟ في الرواية الشريفة مذكور، صفات حسنة مذكورة، والتي تقابلها مقابل الشجاعة ما هو؟ الجبن. مقابل كذا كذا جنود العقل وجنود الجهل، روايات جنود العقل وجنود الجهل. الحلم ما هو ضده في الروايات الشريفة؟ تعلمون ما هو ضده في الروايات الشريفة بصريح العبارة؟ الحلم وضدها باعتبار أنها صفة، فالضمير يأتي ضمير مؤنث، أو في بعض النسخ وضده باعتبار كلمة الحلم مذكر. الحلم وضدها أو وضده السفة، نص العبارة، لعل البعض لا يعجبه ذلك، هذا كلام معصوم. مقابل الحلم ما هو؟ السفة، يعني الشخص الذي ليس حليما. عفوا أقول، لا ليش أقول عفوا، كلام إمام معصوم. الشخص الذي لا يتصف بالحلم فهو متصف بالسفه، سفيه. الشخص إما حليم أو سفيه. سفيه يعني ماذا؟ يعني لا يفهم، لا يدرك. سبني مرة إلى آخر عمري أسبه، هل لا يدرك الحياة؟ حسب تعبير الرواية الشريفة سفيه. نحن نقول السفيه عن شخص آخر، لا، الرواية الشريفة تقول الحلم وضده أو ضدها السفة. الحلم ينبئ عن كرم النفس، نعم. ثانيا الذي ذكرناه، الحلم ينبئ عن فهم ودرك للحياة. اترك هذين الجانبين، يوجد هناك جانب أهم من هذين الجانبين، حتى من الجانب الثاني.
الحلم شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يحتاج إلى أكثر من هذه الكلمة، شيء يحبه الله. أصلا أترك قضية أنها صفة حسنة، أترك أنها تنبئ عن فهم للحياة، هذا الشيء أتركه. شيء يحبه الله عز وجل. الله عز وجل كم مرة وصف نفسه بالحليم في القرآن الكريم؟ كم مرة؟ غفور حليم، حليم غفور، مرات عديدة. الحلم شيء عظيم جدا عند الله عز وجل، عظيم، لا يحتاج المؤمن أكثر من هذا. الناس لا يقدرون، فليكن، الله يحبه. الزمن لا يستقبل مثل هذه الحالات، هذه الكلمات التي نسمعها باستمرار. عندما تقول لشخص كن حليما، لا، الزمن الآن ليس زمن حيل، فليكن كذلك. الزمن ليس زمن حيل، الناس لا يستقبلون، الناس لا يقدرون، فليكن. أنا المهم عندي الله عز وجل يحب هذه الصفة وبس. المؤمن لا يحتاج إلى أكثر من هذه الكلمة. يقدر الناس، لا يقدر الناس، الزمن يتحمل، لا يتحمل الزمن، ليس مهما أصلا عندي. أختم كلامي بمقطع من حديث شريف. هذه الرواية الشريفة وردت في مصادر عديدة، في نهج البلاغة وردت، في الكافي الشريف وردت. أنا أجمع بين نسخة الكافي ونسخة نهج البلاغة في بعض المقاطع. إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا، في كل المواطن التي كانت تحصل حرب بين جيش أمير المؤمنين صلوات الله عليه والجيش الآخر، كان يأمر بهذا الشيء، فيقول صلوات الله عليه: لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم. كلها نصنفها في خانة كرم النفس، وهو كذلك بالفعل، كرم نفس استثنائية، ولكن هذه أيضا لها خانة ثانية، خانة فهم الحياة، وخانة رضا الله عز وجل وهي الأهم. لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، في كل المواطن حسب نسخة الكافي هكذا، في كل المواطن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يأمر: لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإنكم بحمد الله على حجة، ودققوا في هذه الكلمة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى. عظيم الكلمة. أنت عندما لا هو جاء يريد أن يقاتلك، وطبعا الذي يقاتل له الذي يبدأ له يد عليا، فليكن. أنت أخسر هذا اليد العليا، اسمحه هو ليبدأ، ولكن هذه حجة إضافية لك. لاحظ الفكر أين كان. وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم، فإذا هزمتموهم، فرصتك الآن، هزمته اقتل. لا، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، الذي أدبر أعطاك ظهره وراح، لا تقتله، ولا تصيبوا معورا، معور الذي معنى الكلمة الذي يكشف عورته، يقال له معور. معنى هذه الكلمة هنا يعني الشخص الذي لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، لا يتمكن أن يحمي نفسه، هذه كناية، هذه الكلمة كناية تستخدم للشخص الذي لا يتمكن أن يحمي نفسه. ما دام لا يتمكن أن يحمي نفسه اتركه. عظمة، حقا عظمة في الصفات النفسية، ولكن عظمة في الفهم أيضا. ولا تصيبوا معورا، هو شخص لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، اتركه، لا تصيبه. ولا تجهزوا على جريح. في
الكافي الشريف: ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل. قتل خلص، لا، اقطع رأسه، اقطع رجله، تشفي. هذا كان يقاتلني، هذا جرحني جراحات شديدة، الآن قتلته، اقطع رأسه، اقطع. لا، ولا تمثلوا بقتيل. في رواية شريفة أخرى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: ولا تتبعوا موليا. ليس فقط لا تقتله، لا تتبعه. ولا يعني ذهب، يعني أعطاك ظهره وراح، حتى لا تلحقه، اتركه خلاص، راح خلاص بإمان الله. يعني القتال فقط وفقط بمقدار أنه يقاتلني، راح خلاص اتركه. ولا تتبعوا موليا. الكلمة طبعا ممكن أن تقرأ تتبعوا أو تتبعوا، الكلمتان صحيحتان. أمير المؤمنين لا أعلم ماذا قال، هي المعنى نفس المعنى. ولا تهيج النساء بأذى أو تهيج النساء، الكلمتان أيضا صحيحتان. مرأة ما صنعت لك شيئا، لا تؤذها، لا تؤذها. إذا صنعت شيئا ماذا؟ إذا سبتني، إذا شتمتني، حتى لو سبتك، حتى لو شتمتك. لا، أحيانا المرأة تتجاوز، هذه من الأعداء، تتجاوز، تسب عرضي، حتى لو سبت عرضك، حتى لو شتمت إمامك. أمير المؤمنين يقول، لاحظوا العبارة: ولا تهيجوا أو ولا تهيجوا النساء بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم. أميركم من هو؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه. حتى لو سببنا أميركم، الرواية الشريفة لها تتم أيضا. كرم نفس عجيب عجيب، واضح، لا نظير له، لا نظير له، واضح. الشيء الذي تراه في رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الصفات الجميلة لا نظير لها، لا أصلا مذهلة. هي من الأعداء وتشتمني، غضضت الطرف عنها، تشتم عرضي، غض الطرف عنها، تشتم أميري إمامي، غض الطرف. أمير المؤمنين يقول: لا تهيجوهن بأذى، يعني حتى لا ترد عليها شتمتها، لا تؤذها بأي مقدار، واتركها، هي لن تسب، ما رفعت سلاحا، فلتكن. كرم النفس عجيب، فهم للحياة أهم شيء، رضى الله عز وجل. أمير المؤمنين يبحث عن ماذا؟ شيء واحد عنده في الحياة ولا غير. رسول الله يبحث عن ماذا؟ شيء وعنده عنده وما عنده غير ذلك، رضا الله عز وجل. نختم كلامنا بمقطع من دعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لزوار الحسين عليه الصلاة والسلام. يقول صلوات الله عليه في مقطع من هذا الدعاء العظيم في صحيحة ابن وهب، يقول: يطلب من الله سبحانه وتعالى بهذه العبارات، والإمام كان في السجدة بعد أن صلى سجد سجدة، وفي السجدة صار يدعو، يقول: اغفر، بعد أن يمهد مقدمة يقول: اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا. إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام، يطلب من الله عز وجل، يقول: فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم، واكفهم شر كل جبار عنيد، وكل ضعيف من خلقك أو شديد،
وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبدانهم وأبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلهم إلى تلك البقعة المباركة سالمين معافين، وأن يرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين، غانمين إلى غانمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.